كنز قدرت قيمته بأكثر من نصف مليون دولار عثر عليه داخل جثة حوت نافق في ساحل جزيرة لابالما الإسبانية. في شهر يونيو عام 2023 كان العلماء في جامعة لاس بالماس على موعد مع اكتشاف مثير داخل هذا الحوت الضخم. أبلغ العلماء بوجود حوت نافق على شاطئ الجزيرة فحضروا لتشريحه ومعرفة سبب وفاته. وجد العلماء مادة العنبر الصلبة باهظة الثمن داخل معدة الحوت وكانت السبب في وفاته. يستخدم هذا العنبر النادر في تحضير وتصنيع أفضل وأغلى أنواع العطور، وينتج الحوت هذه المادة الشمعية الصلبة كشكل من أشكال القيء، وأحياناً تبقى لسنوات داخل جهازه العظمي ولا يستطيع تقيؤها. بلغ وزن حجر العنبر الذي عثر عليه نحو 9 كيلوغرامات ونصف الكيلو، وقدرت قيمته بأكثر من نصف مليون دولار. قرر العلماء أن تذهب قيمة العنبر لمساعدة ضحايا البركان الذي اندلع في الجزيرة عام 2021.